عسلامة عسلامة، مرحبا بكم في كوزين بي منو. إن شاء الله تكونوا بألف خير ونعمة يا ربي. اليوم جيتكم فيديو جديد ورسات جديدة. اليوم مش نعملوا مع بعضنا معسلات على شكل دمعة كما تلاحظوا، يسر مزيانين. كذلك ما نحكي لكمش على البنة، يسر يسر بنين، يعمل 66 كيف بالحق، معلك هكية وشارب الشحور متاعه. ما نحكي لكمش يسر يسر بنين، إن شاء الله تجربوه وإن شاء الله يعجبكم. بالنسبة للوصفة راهي جزائري، تحية الجزائريات اللي معايا الكل في القناة. بريسك المعسلات هذوما نفس البريسك، نفس الرسيت متاع المقروض التونسي بتاعنا، مي هوكا الشكل يختلف فقط. دونك اللي تزور القناة أول مرة نقول لها مرحبا بيك، فضلا وليس أمرا اشترك في القناة وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. ما تنسوش بالشجوني بجيم وتعملوا لي كومنتير. شوفوا كيفاش هكايا معلق، كيفاش شارب الشحور متاعو، كيفاش مشخشخ بالدقلة من داخل. بالحق نودكم ولا نشهيكا. دونك يلا تويكا نمروا المقادير متاعنا ولطريقة التحضير. عندي 60 مليلتر زيت، عندي 250 جرام سميد، خلط بين سميد متوسط وسميد أرطب. نجمو تعملو سميد متوسط، نجمو أكهو معناتها، مي أنا خلط. وعندي باكو سكر فاني، مغيرفة سكر، مغيرفة صغيرة خميرة مرتبات، مش نزيد زوز ملاعق أكل فارينة، بنسي ملح، وأكهو مش اللم بالماء، ما عادي من السبالة، ما ولا سخون ولا حتى شيء، ما عادي من السبالة. دونك هوكا صبيت كمية السميد، أضفت الزوز ملاعق أكل من الفارينة، مش ندخل تو هكي النواشف الكل مع بعضهم، مش نضيف الخميرة والسكر والبنسي الملح، نحركهم مع بعضهم كما قلت لكم بالباهي. ومن بعديك والسكر فاني هوكا، بتبيع على الفيديو موضح كل شيء. بنسي الملح، ومش ندخل كما قلت لكم المكونات الجافة هكا مع بعضهم، ومن بعد مش نبسسهم بالزيت. كما قلت لكم راهي بريسك نفس الرسيت متاعنا متاع المقروض التونسي متاعنا. دونك مش نبسسهم بالباهي بالزيت، مش ندخل هذيك الكونتيتي متاع الزيت الكل في وسط المكونات متاعي حتى لين تترمل ويشرب الحبيبات متاع السميد الكل تشرب لي الزيت. شوفوا هكا كاش رملتها. وتويكا مش نبدا نضيف في الماء بشويه بشويه، تنجموا الماء تنكوها بشويه مع زهر مع طرشيه كيما تحبوا انتوما. وتويكا مش نبدا نلم العجينه بتاعي. بالنسبه للبات هذيا ما تتعجنش، راهو نلموها لمي جوست هكايا باطراف الاصابع. اوكي انا نلم وانا نزيد في الماء. ردوا بالنا اذا عجنناها راه يجينا بعديك بات، يجينا المعسلات متاعنا يجيونا يابسين، ما يجيوناش خفاف وهكايا وهشوشي. هكا هكا كل مرة نزيد بشوية بشوية الماء حتى لين تتكون العجينة. لازمها تكون سوبل شوية، خاطر السميد كيما تعرفوا يشرب الماء بزيت. ديجا من بعد كي مش نخليها ترتاح، مش نلقى البات متاعي زادت معناتها كيما نقولوا احنا شاتت، مش شاتت معناتها شربت الماء متاعها. مش نزيد نضيف لها شويه ماء ونعود نخدمها تو بعد تشوفوا في الفيديو. دونك لميتها هكايا بول، ومش نرميها في ساشي اليمونتير ونخليها ترتاح لو طون اللي حضرت الفارس متاعي. دونك بالنسبه للفارس مش ناخو، عندي دقله مرحيه ما يعادل 150 جرام، ومش ننكها بمغيرفة صغيرة قشور بورقدين، تفوحوا معناتها الفاح اللي تحبوه انتوما. وعندي هكي شوية لوز محمر ومهروش هكيكا، مش نضيفه للفارس متاعي. تنجمو تعملو كاكاوية، جلجلين جلجلين كهو، كاكاوية كهو، لوز، اي فاكهة واي حاجة تحبوا تخليوها كما هي، لكم حرية الاختيار هكيكا. دونك مش نضيف هكايا بريسك ملعقة زيت زيتونة، ونكمل نلم الفارس متاعي. ومن بعديكا مش نستعين بشوية زيت هكايا بين يديا، ومش نشكلهم دي بودان صغرونين هكايا، نسهلوا علينا الخدمة. اهو كنستعين بشوية زيت بين هكايا صوابعي،
ومش نبدأ نشكلهم كما قلت لكم دي بودا. مالا كيما هكا اللي وصلت معايا للمرحلة هذه من الفيديو، ما تنسيش باش تحط لي جيم فضلا وليس أمرا. دونك كملت شكلتهم كيما تلاحظوا دي بودان كيما هكا. حضرت عندي شوية لوز اللي مش نزين به، أبيض البيض اللي مش نسكر به الكعيبة، القالب متاعي هذي هكا بريسكو خدمنا به سابق البشكوتو التونسي، بشكوتو العيد هكا كيما تلاحظوا. هكا هي البات متاعي، شوفوا كيفاش شربت الماء متاعها، معناتها السائل متاع الماء هكا. مش نضيف شوية ونلم، نخدمها هكا شوية فوق البلون دو ترافاي ونزيدها شوية ماء حتى لين تطري لي وردوا بينا هكا. ريتوني نلم لمين وكهو ما نعجنش. لازم البات تكون طرية. بالنسبة لي أنا الكمية هذه طيحت لي 15 نكعيبات، نجمو راهو ضعفوا في الكمية كيما ريتو 300 غرام سميد. شوفوا ما شاء الله الكمية اللي طيحت هذه، تنجمو انتوما ضعفوا في الكمية. فوالا ناخذ بول هكايا صغرونه والباقي نرجعو في الساشي اليمونتير ونخليه باش ما يشاتليش. مش ناخذ هكا بول صغرونه كيما تلاحظوا هكايا بالعين، راهو ما يعادل 30 غرام هكاك اذا كان تحبوا بالميزان. مي انا هكا خدمت عيني ميزاني. نحل اوفال كيما لاحظتوا في الفيديو، ريسك هكا الفيديو معناتها يوضح كل شيء معناتها. دونك هكايا مش نقرص عليها بالباهي، نسكر هكايا بالباهي باش ما تتحليش. وكا هو قربت لكم بالباهي باش تكون لكم صوره اوضح. نروليها شويه هكيكا وناخذ القالب متاعي وننزل عليها حتى لين تتشكل لي. هكا ننزل عليها باش تاخو شكل متاع القالب. بالنسبة للقالب هذيك راني خذيته من سوق الحدادين الصفاقس، مش غالي بلفين في بالي هكيكا. هكا براتيك وبيه البرشة وصفات كيما قلت لكم بريسك. عملت به معناتها البشكوت والتونسي متاعنا، بشكوت العيد جاي ياسر مزيان. نجمو تعملوا عليه طلة في القناة. مرة أخرى إن شاء الله نعملوا به السابلين، نعملوا به مع بعضنا. وانتم ما تنجموا تشكلوا باي قالب تحبوه انتم. دونك كيما ريتوني عملت الحراف بالابيض متاع البيضه باش نشد بهم الحراف، ومن بعد كي نقليها ما تتحليش الكعيبه. وكيف كيف كعيبه اللوز ندهنها بابيض البيض زيده باش من بعديكا زيده ما تحليش من الكعبه. ولا نكمل بنفس الطريقه. هذه هكا الكعيبه الثانيه نوريها لكم ونخدمها معاكم، ومش نكمل نخدمهم الكل بنفس الطريقه. سهله راهي الطريقه وما فيها حد شيء بالحق. والله شخت عليهم معناتها، عملت عليهم جو ياسر مزيان التشكيله نتاعهم. وكذلك ما نحكي لكمش على البنه بالحق، نوتكم ولا نشهيكم. ياسر ياسر بنين بالحق، اون ديري والله كاين تاكل في بقلاوه معناتها، ياسر ياسر بنين. فوالا نفس الطريقه ننزل هكايا بالبيه باش تاخذ الشكل نتاعها. تسهيل ما تخرج لي من القالب هكا سهله، ما فيها حد شيء ما تشدش. وكا هو بنفس الطريقه ندهن هكايا الحراف بالبنسو الابيض البيض، راهم جدا ابيض البيض باش ما تتحللكمش في القليل كيف تجيو تقليو الكعيبات. وهو كان شكلوها على شكل دمعة. وكيف كيف كعيبة اللوز ندهنها زيادة بأبيض البيض. كما
قلت لكم تويك رمضان على الأبواب، نجموا تعملوها في السهرية، نجم اللي هكي تحب تخدموا تبيع حاجة هكا تكون مزيانة بريزونتابل، حاجة مش متعودين عليها. طريقة تشكيل جديدة، هم كعيبات متاعي تويك حضروا كمل شكلتهم الكل، هذي اللي فضلي من الفرس، وعندي الشحور هنا حاضر بالنسبة لي أنا طيب، ونخبيها كيا في مزانة. بالنسبة للكيال نجمو تعملو كاسين سكر عليهم كاس ماء، يبدأوا يغليو شوية، تضيف لهم عصرة قارص، تخلي حتى لين يطيب، حتى لين يولي بالقوام هذاك، شفتوه أونديري الشحور متاع بقلاوة. خليت الزيت متاعي يسخن حتى لين سخن بالباهي، بالنسبة للنار تكون متوسطة، متكونش قوية برشا متكونش ضعيفة. قليت هكايا وكفي كسرونة صغرونة باش عبيتها بالزيت، والكعيبة لازمها تكون هكايا مغمومة بالزيت، خليتها حتى لين تقليت ولا الكولير متاعها دوري، اهو كديريكتو موم الزيت بعد ما دوب خرجتها من الزيت نرميها في الشحور. شحور راني مام با سخنتو مش برشا دوب اللي عشان خاطر نحب الكعيبات متاعي المعسلات هذوما هكا يتشربولي الشحور متاعهم، ويجيني هكا من داخل كيما ريتوه ديجا في اول الفيديو مشاربه شحورها بالباهي بالباهي، نحبها هكا مشحره من داخل بالباهي. دونك نخليها بزيد وقت وديريكتو من دوب نقليها نرميها في الشحور، يكون كيما قلت لكم راهم ميم با ميم با دفيتو ميم با هكيكا باش يشرب لي الشحور ازيد. هلا وقت اللي نجي نرمي الكونتيتي الثانيه، وانا نقيم الشحور ونرمي كيما وريتكم الاول مره، رميت هكايا في كسكس باش يتصفى الشحور معناتها الزايد يتنحى. ولا وهذه هي هكا المعسلات متاعنا، حضروا شوفوا ما نحكي لكمش على البنة، شوفوا الزين شوفوا العين، ان شاء الله تجربوها الوصفة وان شاء الله تعجبكم. واذا كان جربتوها ما تنسيوش بشاركوني تطبيقاتكم على الجروب فيسبوك كوزين باي منو، برتجيوا الوصفة بين حبيباتكم وصحيباتكم باش تعمل فائدة، وفي وصفة قادمة ان شاء الله. بسلامة.